السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنشوف مع بعض النهاردة طريقة الفراخ المشوية في فرن الميكروويف. مايكروويف LG عملنا عنه ريفيو قبل كده وأكتر من وصفة. إن شاء الله هجمع كل الفيديوهات في قائمة في أول تعليق مسبق. عندي فرخة بوزن 1100 جرام، بعد ما غسلتها كويس ونقعتها في مية وملح وليمون ونشفتها بالمنديل، هبدأ بالسكينة أعمل فيها فتحات صغيرة. وبعد كده هنبدأ نجهز التتبيلة. نص كوباية من اللبن الرايب، معلقتين كبار من زيت الزيتون، 5 فصوص من الثوم مفرومين ناعم، والتوابل ملح وفلفل اسود وقرفه وزنجبيل وبودره الزعفران والسماق، ومعلقه كبيره من البابريكا ومعلقه كبيره من بودره المشاوي او تتبيله المشاوي وحبيتين من المستك. هخلط كده المقادير كلها مع بعض. ان شاء الله كتابه المقادير في صندوق الوصف. وبعد كده هبدا اغطي الفراخ بالتتبيله كويس جدا. بنغطيها وبنحطها في التلاجة وبنسيبها في التتبيلة على الأقل لمدة 3 ساعات. أنا عندي هنا بعد ما سبتها ليلة كاملة عندي هنا الصينية اللي بتيجي مع الميكروويف وبيجي معاها كمان الشبكة الصغيرة دي. لو حابة تضيفي الشبكة فوق الصينية وتضيفي عليها الفراخ، لكن انا بحب ان انا اضيف الفراخ في الصينية على طول، لان بضيف عليها صوص التتبيلة كمان بيساعد ان هي تبقى طرية اكتر وبتتنكه اكتر. فبنحطها في الصينية وهغطيها كويس من فوق ومن تحت بصوص التتبيلة، بيساعد انها تحافظ على طراوة اللحمة كمان وتفضل جوسي معانا وما تنشفش. هحطها في الميكروويف على الشبكة الصغيرة او اللي برجل قصيرة، لان بيجي معاه شبكتين، في رجل قصيرة وفي رجل طويل. هحطها على الشبكة المنخفضة وبعد كده هنبدأ نشغل الميكروويف. لو حابة تشغليها على الفرن، فرن الميكروويف ده هنا برنامج المزج مع الشواية اللي هو برنامج الفرن، وهنظبط الحرارة على 200، على درجة حرارة 200. لكن هنا مايكروويف LG فيه برنامج متبرمج جاهز للفراخ المشوية، انا جربته بيديني نتيجة حلوة جدا، فدايما بعتمده على طول في الفراخ المشوية. عندي هنا برنامج الشوي والخبز رقم 5 للفراخ المشوية، فانا هعتمد البرنامج ده. لكن لو مش متوفر عندك برامج متبرمجة جاهز، هنستخدم الفرن على درجة حرارة 200. الاول هنبدأ نظبط التايم، بعد كده هضغط على الشوي والخبز وهختار بالبكرة رقم 5 وهعمل استارت. هنختار الوزن، انا هختار 1000 جرام. المدة هنا 35 دقيقة، وفي نص المدة هو بيديني كده زي الصفارة، بنقوم عاملين استوب وبعدين نرجع نعمل استارت تاني. اول ما بنعمل كده بيغير دوران الطبق، بيبدأ يدور في الاتجاه المعاكس. فدايما لما بنشغل الفرن او اي برامج دي، او ما بديني الصفارة او من غير الصفارة، الافضل دايما في نص المدة انك تعملي استوب وبعدين استارت عشان تغيري دوران الطبق. بعد نهاية المدة بعمل استوب وبستنى لحد ما الميكروويف يبرد، وبعد كده بفتح الباب. وده عندي نتيجة الفراخ المشوية لمدة 35 دقيقة على برنامج الدجاج المشوي في فرن الميكروويف. طبعا ريحتها تحفة جدا ومستوية وجوسي، هنشوفها مع بعض حلوة جدا. فده عندي الفراخ، هنشوف السوا بتاعها.
مستوية وحلوة جدا، واللحمة عندي طرية وجوسي وما نشفتش معانا، سواء الورك او الصدر طاري معانا وما نشفش. جربوا وصفة الفراخ بالتتبيلة اللي عملناها دي، التتبيلة دي تحفة جدا، خاصة اي تتبيلة باللبن الرايب والسماق وزيت الزيتون بتبقى روعة جدا. جربوها هتعجبكم جدا الطعم، او هيعجبكم جدا الطعم. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم، واتمنى كل الفيديوهات اللي بعملها في الميكروويف تكون مرجع ليكم وتفيدكم ان شاء الله. مع الف سلامة.